اهلا بكم من جديد في فقره سهم وقوس اخر فقرات برنامجنا نهار كامل. طبعا منتخب مصر كان عامل اداء كويس جدا في الدور الاول وبعد كده الدور الرئيسي، عامل اداء كويس جدا لحد اخر مباراه امام الدنمارك وللاسف خسرنا المباراه دي. كان نفسنا طبعا نعمل انجاز اكبر من كده، كان نفسنا نوصل لابعد من كده ونحقق انجاز زي مثلا انجاز 2001، لكن قدر الله ما شاء فعل. ولكن علينا ان احنا ندعم المجموعه دي من اللاعبين، مجموعه لعيبه مميزه جدا كلهم او الغالبيه العظمى منهم محترفين في اوروبا في اكبر الانديه على مستوى كره اليد العالميه. ان شاء الله ندعمهم في الفترات اللي جايه، في البطولات اللي جايه ان شاء الله يحققوا افضل من كده واحسن من كده. هنتكلم بشكل اكبر عن منتخب مصر لكره اليد مع محللنا الرياضي المميز اللي مشرفنا ومنورنا في نهارك ابيض، الاستاذ عاصم احمد. يا عاصم مشرفنا ومنورنا. شكرا، ممنونك ان شاء الله. شفت البطوله عامله ازاي؟ بطوله مشاركه مصر كله كان طامح لان منتخب مصر يوصل لابعد نقطه في البطوله دي، في النسخه دي خصوصا بعد النسخه الماضيه من كاس العالم انت عملت فيها اداء مبهر، كمان في الاولمبياد بعدها عملت اداء كويس جدا. شايف النسخه دي بالنسبه لمنتخب مصر تقييمك ليها؟ بالنسبه ليا يعني كنت مستني اكتر من كده للمنتخب بالنسبه لاخر اداء في كاس العالم والاولمبياد. يعني كنا نطمح نوصل مربع ذهبي، بس قبل البطوله كان في خبر اصابه يحيى خالد، ده اثر جامد جدا. اثر جامد خالد يحيى في الحته دي كمان، يعني كابتن احمد الاحمر ويحيى خالد مفيش في يحيى من احسن اللعيبه في مركزه في العالم يعني، وبرده اعتزال كابتن احمد الاحمر، فانت مكانهم اتنين صغيرين في السن واعدين وهيبقوا كويسين ولاعيبه كويسه جدا، بس يعني لسه صغيرين عكس يحيى خالد كل اسبوع بيلعب في دوري الابطال بيواجه اقوى الفرق على طول، نجم سوبر ستار هناك وبيتختاروا في تشكيله فريق الاسبوع في دوري ابطال اوروبا. ماشي على طول بشكل كويس جدا ما شاء الله، دلوقتي بقى يعتبر نجم فرقته او من نجوم فرقته. كان في الاول راح قعد دكه المكيدة الاسباني، بعدين واحده واحده بقى هو الاساسي ونجم الفريق. فكنا مستنيين، انا كان شخصيا مستني يعني سيمي فاينل بالذات في ماتش السويد، ان النجم بتاعهم في اول الماتش جودفيرسون صانع الالعاب النجم اللي بتاعهم اتصاب، فحسيت وكنا متقدمين فرق اتنين، فقلت خلاص احنا هنركب الماتش ان شاء الله. كل شويه نروح هم يضيعوا واحنا نروح، بس للاسف مع قله التركيز وقعدنا فتره كبيره كده صايمين عن التهديف. والمشكله بتاعتنا المستمره الشوط في البطوله دي الشوط الاول في الماتشات الكبيره، على طول الشوط الاول في اخر 10 دقائق التركيز بيقل خالص، الهجوم الفعاليه الهجوميه بتقل جدا، الدفاع بيستقبل اهداف. يعني في ماتش السويد في نهايه الشوط اخر 10 ثواني هدف يعني ساذج جدا، يعني انت لو ما عملتش فاول والكره متشاته من زاويه ميته وجت جول، حاجات زي دي بيفرق معاك سكور، فبتاخد وقت على بال ما بترجع وبتلعب الشوط الثاني احسن، بس ما بتقدرش توصل ترجع للماتش. ما عدا ده ماتش المانيا امبارح بس